أين الطالب بظحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ إن شاء الله نسمع نداه الشريف في مسجد الحرام ذات يومين، إنهم يرونه بعيدا ونراه إخواني قريبا، وهو يقول أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف الزور، وسينادي خمسة ندايات، في النداء الثالث يقول الإمام المهدي: ألا يا أهل العالم، إن جدي الحسين قتلوه عجالا. أين المنصور على من اعتدى علي وافترى؟ أين المضطر الذي يجاب إذا دعا؟ أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى؟ أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى؟ بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوغى والحنان، يا ابن السادة المغربين.